الست لما بتوصل لسن ال40 اكيد شكلها وجسمها بيتغيروا شوية، طبعا بتبقى زي القمر، بس برضو بيحصل تغيير شوية، فترة ال40 غير فترة ال20 ال30 وهكذا. اوقات بتكون مش عارفة بقى الست في الوقت ده ازاي تختار اللبس المناسب ليها وللمرحلة اللي هي فيها، وكمان يخليها دايما تبان بشكل احسن، شكل اصغر. يعني فكره ان الواحد يختار الحاجه اللي تناسبه، تناسب مرحلته العمريه، تناسب الشغل اللي هو بيشتغله، وفي نفس الوقت يبقى شيك وشكله حلو وشكله صغير مش كبير او متبهدل. عشان كده احنا معانا النهارده الفاشن ستايلست نجلاء باهر، واللي كل متابعينها ومحبينها عارفينها باسم نوجا. هتقول لنا النهارده ازاي الست تظبط لبسها بعد ال40، ايه المسموح بيه، ايه الممنوع، وكمان هتقول لنا بشكل عام بقى نصايح تفيدنا في اللبس وازاي نخلي شكلنا في احسن شكل وصوره. اهلا وسهلا بيك يا نوجا. اهلا يا نور، ومبسوطه ان انا قابلتك. انا مبسوطه اكتر. وبلاش حاجات ال40 ده. في ناس كتير بتزعل من قصة ان احنا نحدد سن معين. ما احنا مش عايزين نحدد، مش حكاية تحديد بس. يعني ايه، هي رسالة موجهة لكل واحد عارف نفسه ايا كان بقى. احنا مش بنحط ليبل على حد عموما. لا بالعكس، ده انا حابة الستيتمنت دي او حابة كلمة ال40 دي، لان انا بعتبرها دي التوب لاي ست. دي المرحلة العمرية لأي بني آدم اللي هو بيوصل لقمة النضوج. صح. وقمة هو عارف عايز يعمل ايه، ووصل خلاص عرف نفسه. ففي ناس كتير لما بتسمع العنوان بتاع ال40 ده تقولك ايه يا نوجة انت هتكبرينا كبرينا ولا لا ايه؟ خالص. صح. بالعكس، ده انا بديهم كريدت، ده انا بديهم صح قيمة للوقت اللي هم وصلوا له ده. مظبوط. ودول وصلوا للقمة بتاعت العمر. طب عادة لما الست بتوصل لمرحلة النضوج، مش هنحط سن معين او مش هنحدد سن معين، لما الست توصل لمرحلة النضوج المكتمل تماما دي، هل بقى بيتغير شكل لبسها زي ما انا قلت يمكن كده، ولا لا في ستات ممكن تتمسك باللبس بتاع مثلا فترة العشرينات او اللي قبل كمان 19 والحاجات اللي بتبقى فانكي قوي والحاجات اللي زي دي؟ بصي، فايه بيبقى الست نوعين، تلبسه يبقى حلو في مرحلة بيبقى نوعين. دي؟ في ناس بتفضل متمسكة ومتشبثة في فترة العشرينات وال15 والتين ايجر، وبيبقى شكلهم ما بيبقاش حلو. بتحاول فاكره ان هي لما هتلبس لبس مثلا بنتها او لبس سن التين ايجر هيبان انها شكلها اصغر. ده ما بيبقاش صح. وفي ناس بتقول لك لا خلاص ده انا كبرت، ولا بقى ده انا هخش في الاسود وفي البني وفي الجريهات فبتكبر نفسها اكتر. عشان الوقار لا ده صح بقى وكده. ولا ده صح. الصح ان انا خلاص انا بقيت سيد قراري. انا بقيت عارفه انا عايزه اعمل ايه، وعارفه انا الستايل بتاعي ايه، وايه اللي بحبه وايه اللي ما بحبوش، ايه اللي يليق عليا وايه اللي ما بيليقش ده عليا. الأهم طبعا. فهو صح. ده معنى كلمة وصلت لسن النضج، وبلبس حاجة تناسب العمر ده وتناسب خبرتي في الحياة، وبتديني طلة أحلى. يعني أنا بشوف إن الست اللي بتعرف تلبس وهي في سن ال40 أو أكبر من كده بتعرف تلبس حلو، بتدي تاريخها اللي قبل كده بتدي له قيمة أكتر، وبتبقى شكلها بريزنتبل اكتر. طب في الوان معينه تناسب المرحله دي؟ يعني زي ما قلتي كده، في بعض الستات في مخيلتهم البني والاسود والكحلي والغوامق علشان اكتسب وقار. بالظبط. انما في ستات تانية لا، تقول لك انا احب الالوان. ايه بقى الالوان المناسبه للمرحله دي؟ كل الالوان مناسبه، المهم الستايل وهتستخدميه ازاي. يعني مثلا ما ينفعش ان انا اكون في سن ال40 بشتغل مثلا في شركه او حاجه وابقى الستايل اللبس بتاعي بلبس قطه وبطه وكتكوت والكلام ده كله. ده بتاع اطفال. يعني بتلاقيهم لابسين بلوفر او سويت شيرت وعليه رسومات كرتون بقى، عليه رسومات كرتون وديزني وحاجات زي كده. حلو. فهي مش لون معين، هي ازاي توظفي اللون ده. يعني انا فوق ال40 وبلبس كل الالوان الابيض ما شاء الله، مش باين. ده بالعكس، ده شرف، ده حاجه بالعكس. انا بقول ان ده خلاص انت بقيتي ست، خلاص انت عارفه انت عايزه ايه وعارفه قرارك وعارفه عايزه تلبسي ايه. فبتختاري كل الالوان، كل الالوان متاحه، ما فيش حاجه حرام. يعني بعد سن ال40 تلبسي احمر وتلبسي اخضر، بس توظفيه ازاي والستايل بتاعه بيكون ازاي. ولما كانت الالوان الفسفورك طالعه موضه، الالوان بقى اللي هي الفوشيا الفسفوري والاورنج الفسفوري والفسفوري نفسه اساسا والاخضرات والحاجات دي، بصي احنا كنا زمان كان ايام ممكن المدرسه كان طالع موضه جدا برضو في نفس الفتره كده. مثلا واحنا 15 سنه كان طالع موضه جدا الوان الفسفوري، نلبس سويت شيرت او تي شيرت كله فوشيا او الكتريك لايم اللي هو الالكتريك قوي ده.
ولسه لما بقيت 40 بلبسه، بس ما بلبسوش بالطريقه اللي هي يبقى كلي فوسفوري، بحطه از بيس اوف اكسسوري في هدومي. يعني مثلا بلبس مثلا دانم مثلا جينز وجيب مثلا فوسفوري، او بلبس مثلا سكارف يكون مدي الضي الفوسفوري، بلبسه وبلبسه بطريقه شيك تدي الضي بتاع اللون، لان اللون قوي جدا، وفي نفس الوقت تدي الوقار. مش ما بحبش كلمه وقار، يعني مش احنا مش في مدرسه، بس السن بتاعك او تدي اللوك بتاعك ما يبقاش شكلك متصبغ، بتديني وضعي الحقيقي بالظبط، مكاني الحقيقي بالزبط. انا ست ناضجه وبحب الالوان وبحب الموضه، فانا هلبس حاجه تناسب نضوجي ده وفي نفس الوقت تناسب ذوقي بالظبط. صح كده بالظبط. بس يعني اللي ذوقها مع الحاجات اللي هي بتاعه الصغيرين دي وفضل معاها لحد كتير، ده ممكن تعاني الناس فعلا بتبص لها. مش الناس كمان، هي بتحس ان عندها مشكله ان هي متشبثه بفتره معينه. احنا كل فترات حياتنا يعني ربنا خلقنا نعيش كل الفترات. صح. نعيش فتره الطفوله والتين ايجر نتكيف فيهم كلهم، فطبيعي دي فترات طبيعيه جدا في حياه كل بني ادم، والناس كلها هتعدي بيها. فان انا اتشبث بمرحله معينه، ده اظن ده بيبقى فيها مشكله نفسيه شويه مع اللي بتفكر كده يعني. طب تعالي بقى نتكلم في الشتاء دلوقتي، في الوقت اللي شتاء احنا جميل فيه. دلوقتي الشتاء جميل جميل والوانه جدا، والوانه حلوه وستايلاته حلوه جدا. معانا حاجات حلوه قوي كمان. معانا انا شايفه حاجات جميله جدا، يا ريت لو تشرحي لنا وتقولي لنا برضو ايه يناسب ايه فين. يعني بصي انا جايبه لك كده كولكشن شويه حاجات، مثلا زي الالوان لون من الالوان الصرخه جدا اللي هي لون الفوشيا، وطبعا التاتش الميتاليك ده طالع موضه جدا. الست الاربعينيه تلبسه والثلاثينيه تلبسه والعشرينيه كله يقدروا يلبسوه. جميل قوي. الميتاليك ده طالع ترندي جدا سواء بالجولد او بالسيلفر. برضو الناس اللي بتحب الاسود برضو نفس الفكره برضو. اهم حاجه وانت بتلبسي الصوف بالذات ان هو يبقى الحاجات الناعمه جدا، الصوف الخفيف، مش الصوف اللي هو تقيل او فوليوم او يديكي فوليوم، اللي بيتخن شويه او بيعرض شويه. اغلب الشعب المصري يعني ايه مليانين او بيميلوا لان هم يبقوا ممتلئه شويه. عايز يا نوجه. وال40 برضو بتكون عدت بقى بمراحل الولاده والخلفه وكذا، فبرضو اغلبهم ممكن يبقوا مليانين شويه. فاحنا بنحاول نعمل كاموفلاج شويه، ان احنا نلبس الحاجات الناعمه. الصوف نلبسه اللي هو الحاجه المنزوعه الوبر اللي هي بتبقى ناعمه جدا على الجسم وبتدي الشيب بتاع الجسم مش اكبر من كده. دي اماكن معينه يتلبس فيها؟ يعني يتلبس لو احنا بنتكلم في المرحله اللي هي ما بعد ال40، يتلبس في الشغل عادي جدا الصبح بالليل على جينز على كلاسيك؟ بصي الحاجات اللي هي فيها الجليمرنج دي او اللي فيها التاتش الميتاليك دي طالعه موضه، بيلبسوها الصبح وبالليل، بس ما تبقاش اوفر، يعني ما تبقاش ميتاليك قوي او بايات قوي او حاجات كتير قوي، ما بقاش ماشيه بعكس الاضاءه. يعني ما بقاش بعكس الاضاءه، بيبقى بس ايه تاتش كده. دي من الحاجات اللي طالعه موضه جدا في السيزون ده. برده من البيسز الحلوه قوي الجلد. الناس بتحب جدا الكوت والشكل ده اللي هو البايكر ستايل ده. أيوه. ده طالع موضه جدا برده، داخل فيه الكريستلز تدي ضي كده لطيف. حلوه جدا. ده بقى بيفضل يتلبس للناس الرفيعه والناس الطويله اكتر من القصيرين او المليانين، بتبقى حلو جدا عليهم وبيظبط شكل الجسم. طبعا لان هنا ده فيه ستايل كده كريستال شويه على الكتف، فده يفضل للناس اللي ما تبقاش عريضه، يعني اي حد عريض ما يلبسش شغل على كتفه. عامل يعني عامل ستريس على الحته دي، المنظر بتبصي على العين على طول. العين على الكتف راحت فين؟ راحت على الكريستلز. فلو انا عريضه ولابسه ده هتروحي للديفو، مش هتروحي للحته اللي انت عايزه تعززيها. فده برضو ستايل حلو قوي. جميل. من الحاجات برضو الطالعه ترندي الحاجات اللي هي اللي فيها النقشات او الباترن اللي قريبه شويه من المكسيكان، اللي قريبه شويه من النوبي، يعني حاجات اللي هي ايه البوهيميان شويه. فدي برضو من الحاجات اللي طالعه موضه جدا. الخامه نفسها ده صوف طبعا. الخامه نفسها بقى زي ده مثلا فارو. مش فارو. ده بقى استعاضوا شويه عن الفرو بالعامل زي البوكلات اللي هو الصوف اللي فيه وبره شويه. أيوة. بيحطوه اكسسوري سواء في الكولا سواء في الدراعات سواء في الجيوب. اكسسوار، لانه اتلبس كله على بعضه ممكن برضو بيزود شويه الوزن. بيزود شويه الوزن، بنخاف جدا نبان مليانين يعني. بس جميل وبيدفي وحلو وعملي وبينفع بالنهار شغل وعملي وبيدفي وصباحي جدا. تلبسيه على جينز، تلبسيه على بنطلون هافان مثلا. وجينز برضو ممكن. وجينز طبعا. الجينز ده اساسي يعني. طبعا. الحاجات بقى طالع موضه قوي. الفير بقى طالع موضه. كان زمان الناس تقول لك الفرو ده الناس الكبيره تلبسه. خالص بقى موضه وبقى يخش في اغلب
زي اكسسوار كده على الكولا. صح. اوكي، على على الكم مثلا. فالستايل ده ستايل حلو، ولو احنا بنتكلم عن الاربعينيه فده ستايل حلو جدا. اولا في قصه الطول، مفتوح من قدام فتقدري تلبسي تحتيه بيزك او حاجه، ما يبقاش بلوفر كامل على بعضه. وفكره الفرو دي بتدي غناوه، مش عايزه اقول لك قد ايه، بتدي شياكه وغناوه. يعني انا ساعات ما بيبقاش مثلا معايا فرو او لابسه حاجه فيها فرو، وتلاقيني جبت اكسسوري زي كول مثلا او زي سكارف فرو، بتغير اللوك خالص، بتحسي ان انت يعني ملكه. بس ايوه ليدي جدا جدا. ليدي جدا. أيوة. في حته ثانيه عندي شبهه بس اسود، وكمان الاسوره كمان عليها فرو، لما بلبس بحس انها حد تاني خالص. ملكه متوجه. اذا ما ايه، افتحوا لي بقى بالعربيه لو سمحتوا. أيوة خلاص، زي لو اتنك كده. ده جميل قوي. طب يتلبس عليه ايه؟ معلش، مع الفرو برضو، ايه البنطلون سكيرت، ايه اللي بيتلبس من تحت؟ بصي، يعني انا الستايل ده عشان هو طويل وكده، انا بحب عليه الحاجات اللي هي السكيني او الليجنجز، مش البنطلون الواسع او الجيب، لان هو اوريدي اوفر سايز. هو اوريدي اوفر سايز، فده ممكن يمشي عليه الجلد مثلا، البنطلون الجلد هيبقى لذيذ عليه جدا. او مثلا الحاجه اللي هي الخامه دي الناعمه خالص، الشاموا، اللون البيج او اللون البني، حلو قوي، هتبقى لطيفه جدا عليه. جميل. من الستايلز برضو اللذيذه، لو انا بشتغل فانا ببقى محتاجه عندي في دولابي يبقى عندي بليزر. البليزر بيدي شياكه وبيدي يعني فخامه كده، فخامه لللبسه. وبعدين الخامه دي حلوه قوي، الخامه اللي هي الجوخ. الجوخ من الحاجات اللي طالعه موضه جدا جدا، فيها شويه شغل زي السيرما، فعامله كونتراست، عامله حركه اللي هي الضي، الاضاءه، الظل والنور، ظل ونور، فعامله كونتورنج كده لوحدها. يعني الجاكيت نفسه عامل كونتورنج، ولما بيتلبس بيدي يعمل كونتورنج للجسم، بيظبطه، بيبقى مكسم وشكله لطيف. اللون الكامل طبعا من الالوان الحلوه جدا جدا، والترندي على طول في الشتاء قوي. ودي من البيسز اللي هي المقتنيات، يعني انا بسمي البيسز الشتوي بالذات المقتنيات، يعني تقدري تلبسيها سنين كتير وتعملي لها ستايلنج. وطبعا ممكن نلبسه على لون تاني مختلف غير الاسود، ممكن على بيج هيبقى حلو جدا، هيبقى لذيذ. هنا برضو معانا شيميز، برضو في حركه كده، هو مش مفروض ده على ده، لان ده مشغول وده مشغول، بس هو كان مشكله شماعات. هو انا طب ثواني، انا فعلا بقى ادام هي مشكله شماعات، بس ممكن تبقى مشكله ذوق برضو في بعض الاوقات. هل ممكن البس حاجه مشغوله كده على حاجه؟ لا، ما ينفعش البس ده على ده. صح، ده مشغول وده مشغول. فكره الحاجات المشغوله على بعض دي تبقى غلط جدا. ما ينفعش البس مثلا بنطلون كارو وفوقيه بلوزه مقلمه، ممكن دي كارثه، يعني دي كارثه. او اكون محجبه مثلا ولابسه بلوزه مقلمه وعليها سكارف مقلم او مشغول، ما ده بيتعب العين كمان، المنظر ده بيتعب العين. لازم يبقى فيه كونتراست، وحاجه منقوشه وحاجه ساده، حاجه ترد عليها. في ناس تقول لك البليزرز اخاف منها، عشان البليزرز بتكبرني او بتديني سن فوق سني مثلا، تديني تحسسني ان انا جد قوي. بصي، هما بيستخدموها في الشغل اكتر، يعني انا بشوف ان البليزر هو حلو جدا للناس اللي بتشتغل في كوربريت او بتشتغل في شركات، بتبقى لطيفه، لكن الديلي ان انا لكل الاعمار طبعا لا، ما بتبقاش لطيفه. بفضل البلوفر، بفضل الحاجات اللي هي عامله زي الشميز، اسهل، الحاجات اسهل ومش اشيك. هو طبعا البليزر ما فيش غنى عنه، بس لو انت بتشتغلي في حاجه محتاجه ان انت تبقي فورمال شويه. فورمال طبعا. ده بقى حركات، ده حلو قوي برضه ده. انا بحب الستايل الشراشيب جدا، من الظهر ده زي الكاوبوي شويه. واللون الكيوي ده من الالوان الدارجه جدا، الكيوي والالكتريك بلو وايه تاني، والفوشيا من الالوان اللي هي ترندي جدا. والحركه دي بتدي اولا شقاوه شويه، ايوه، وحركه الكاوبوي دي على جينز او حاجه بتبقى لذيذه جدا، على بوتس زي شبه اللي انت لابساه، وعلى بوت شبه اللي انا لابساه ده، هيبقى لطيف جدا برده، هيبقى حلو قوي. طالع كمان البوتس الجينز، بس انا ما جبتش معايا النهارده. طالع بقى الدانم بكل اشكاله، البوتس يعني تلاقي البوت او الهاف بوت جينز، جينز وداخل مع حاجه تانية، ممكن داخل مع هافان، داخل مع متهيألي معانا ليه صوره هنشوفه كمان شويه. هنشوفه في الصوره. ايه تاني عايزين تشوفوا ايه كمان؟ الجاكيت ده بقى، الهافان ده برضه ده اللي انا كنت بتكلم عليه، اللي هو فكره البايكر، اللي هو الشكل اللي بالسوسته ده. وهنا مدخلين معاه البوكلات. البوكلات طالع موضه جدا، لو هتشوفيه هتلاقيه في كذا ايتم، في كذا حاجه. صح، في كذا ايتم، وممكن يبقى لونين مختلفين، يبقى مثلا ده هافان وده بيج، فده برضه من الحاجات الترندي جدا. والجينز
حاجات الكاجوال بقى اللطيفه جدا، ده جوكر بقى طبعا اكيد. الجوكر طبعا. وما بقاش ان هو يبقى كله جينز، بقى داخل جزء وجزء. يعني ان فكره النصين، وفكره برضو نرجع للظل والنور اللي هو يعمل كاموفلاج ان انت نص البني ادم مع حد بيلبسه، سواء مليان او رفيع، بيبقى حلو جدا عليه. الرفيعه ممكن تلبسه اوفر سايز وتسيبه مفتوح وكذا، والمليانه تلبسه ويدينا ايحاء ان هي نص نص يا النص ده يا النص ده، اختار لك نص واحد نص الكميه. البليزرات طبعا ما بتروحش عليها ابدا، ده كنت جايباه عشان ادي مثل لسن ال 40 وما فوق. يفضل يبقى عندك لابسه واحد يا نوجه، يعني انت بالنسبه لك رايك ايه في اللي حاصل النهارده؟ بقول لك ده بيدي مذيعه، حد بيشتغل في شركه، واحده داخله ميتنج، لازم تبقى يعني تبقى مدي لبسك يديه شخصيتك. ما ينفعش ابقى داخله ميتنج مع رئيس مجلس اداره مثلا ولابسه سنيكر وبنطلون وتيشيرت، هيحس ان انا يعني على قد اللبس بنوته صغيره. لكن انا لما بقدر الموقف صح، مش مقدره الموقف صح، لكن لما اكون في انترفيو او في اجتماع او حاجه طبعا ده اتفرجي على الملكات، ما تبصيش لحد تاني غير الملكات. اتفرجي على الملكه رانيا، اتفرجي على ملكات انجلترا بيلبسوا ايه. صح. لا بيلبسوا مكشوف ولا بيلبسوا قصير قوي. صح. ولا بيلبسوا حاجه بيلبسوا ده، بيلبسوا الماتيريال دي اللي هي البوكلات دي، وبيلبسوا الستايلز دي. دي تعتبر ستايلز انجليزي، على بنطلون بقى، على دريس، على سكيرت، على دريس تحتيه حتى لو قصير، يبقى دريس قصير وعليه جاكيت زي ده، او جاكيت زي ده، بليزر زي ده. وطبعا ممكن عادي جدا يمشي على الجينز. كل الالوان اللي في الدنيا ده فظيع، ده تحفه. ده لو لبستي تحتيه بيزك اسود وبنطلون اسود، خلاص انت مش محتاجه حاجه، خطير، واكسسوار لطيف خلاص. هو لوحده بيس، يعني هو بيس يعني باللوك كله، فعلا جميل قوي. بالظبط. فهو انا بحب ان تبقي لابسه ستيتمنت، مش لابسه كله على بعضه. يبقى مختاره مثلا النهارده قررت صحيت من النوم عايزه البس البليزر ده، فانا بفكر في ده، والباقي كله بيزك بيخدم على اللوك ده. الشنطه مثلا همسكها اللون الاخضر، الشنطه همسكها لون اسود، والبيزك تحتيه اسود في اسود، الشوز ممكن تبقى نفس اللون الخضراء. فانت عملتي ستيتمنت ببيس واحده، والباقي كله بيخدم على اللوك اللي انت بتعمليه. اخر بيس معايا، اخر حاجه بقى الجينز طبعا. الكوت الجينز ده الكوتس احنا عارفين ان هي بتبقى يا اما صوف يا اما جبردين، ده الخامه الاساسيه. طالع جدا بقى دلوقتي الجينز، والجينز بحركه بقى ستادز، حلو جدا اكسسوار. ده بحبها بقى لكل الاعمار. دي حلوه قوي، وده يتلبس بقى جامعه، تناسب شغل، تناسب كل شيء، كل حاجة. شكله حلو وشكله شيك، وبيدي طول طبعا. لو اتساب مفتوح، لو واحدة طويلة طبعا هيبقى حلو عليها، لو حد قصير تسيبه مفتوح، وبلاش تربط قوي الحزام يعني ما بيبقاش لطيف. والستايل ده ما حدش يختلف عليه. لا طبعا رائع. عايزه بقى اسالك عن الجزم والشنط برضو، ان احنا ننسقهم مع بعض. كان الاول لازم الجزمه لون الشنطه، او على الاقل فيهم يعني درجه من بعض، بالظبط درجه من درجات اللون من بعض. من فتره قريبه لا، شفنا العكس، شفنا انه لا، ممكن البس الجزمه لون الشنطه، لون الاكسسوري ممكن يبقى سيلفر على جولد. قولي لي ايه اللي احنا بقى في شتاء 2024 يبقى مناسب. بصي، ما بقاش فكره خالص من كذا سنه كمان. ما بقتش فكره ان انا البس الشوز والشنطه زي بعض خالص. بيبقوا ماتشنج يعني. انا مثلا النهارده لابسه بوت مثلا هافان، ماسكه عليه شنطه اوف وايت، حاجه من نفس الدرجات او نفس الباليت بتاعت الدرجات بتاعتها. لو انا لابسه مثلا بوت اسود، ممكن البس عليه شنطه حمراء، ممكن البس عليه شنطه خضراء، ممكن يعني فوشيا. يعني انت الاسود مع الفوشيا بيليق، الاسود مع الاقدر هيليق، مع الاحمر هيليق. لو انا لابسه بقول لك مثلا بني، يبقى انا ممكن البس درجه من درجات الجولد، شنطه جولد، الشنط الحاجات اللي فيها ميتاليك شويه، سواء السيلفر او الجولد او الاكسدي، برده من الحاجات الترندي جدا. فانا ممكن يبقى عندي شنطه اوكسيدي والبسها على البوت البني او الهافان او الدرجات اللي هي بيسموها الترابيه، اللي هي البني والهافان والكاكي او اللي هو الاخضر. فده بيليق مع الجولد والاوكسيدي. السيلفر بيليق معاه الاسود، بيليق معاه الاحمر، بيليق معاه يعني باليت كده. انت لو دخلتي كتبتي على جوجل ايه الالوان اللي بتليق على اللون السيلفر مثلا، هيديكي كل الالوان. صح.
صح. فالموضوع بقى سهل جدا. قبل ما تلبسي وقبل ما تقامي فعلا، خشي على جوجل بمنتهى البساطه، انا هلبس لون كذا، ايه الالوان اللي بتليق عليه، هيطلع لك الوان كتير. واحنا بنتكلم بالظبط. على البوتس، معانا كنا بنتكلم عن البوت الجينز، واحنا معانا صور اهو، اشرحي لنا برده البوتس البوتس ده. دي انا مش عايزه اقول لك هي قد ايه ترندي دلوقتي، اللي هي الدنم. البوت ده مثلا، اولا الكات ده اللي هي زي ما يكون متني، زي ما يكون بنطلون متني مش بوت متشمر لتحت. ستريت، زي ما يكون بنطلون متشمر كده وداخل معاه طبعا الهافان مع الجينز من الالوان اللي بتبقى شيك جدا. جدا طبعا. فهو نفس الوش البوت على اللون الهافان، والتانية بتاعته جينز، ده جينز. بيليق على كل حاجة. يعني انا لو لابسة كوت زي ده ولبست عليه البوت ده ومثلا توب اللون الهافان، انا عملت لوك ابن لذينة يعني طبعا في اكيد. 5 دقايق. يعني انا بحكيهولك كده واحنا قاعدين، ده خلاص ده في دقيقة واحدة. وده كمان في ده موديل تاني. الستايل ده، ده اللي هو فيه الجليترز، صح؟ انا مش شايفة قوي، شوفي كده. في ذهبي. في ذهبي، في في اللي هي ذهبي. بقى الباتشز او زي البلوفر اللي في الاول كده، اللي هي الحركة الجولد، فده برضو من الحاجات الترندي جدا. مثلا ده يتلبس على البلوفرات اللي في الاول دول، فيهم الميتاليكس اللي فيها الميتاليكس ميتاليكس. الذهبي دي، وممكن تلبسي عليه بوت بالشكل ده نازل، سواء بالسيلفر سواء بالجولد. هي شنطة جينز. الشنطة نفس دي بقى هنا الماتشنج مع الشنطة جينز دي من 2007 ما شفناهاش، من الشنطة من الجينز، رجعت 2005 و6 كده. تاني ورجعت موضة جدا بالحركة اللي انا بقولك عليها، اللي هي بالباتشز السيلفر او الجولد، والايد بتاعتها هاند ميد، هاند ميد بالخرز السيلفر، حلو قوي، فعامله ميكس اند ماتش بين الحجر وبين الجينز. جميل جدا. عامله واحده هاند ميد، فكرني انا كده خلاص، انت فكرتيني هطلعها. هطلعها دلوقتي. لا، وعاملاها بنفسي. اشرح لنا اكتر على ده الكارديجان الماتشنج بقى بقى بتاع اللي هي الهدوم. الناس كتير قوي بتحبه، وانا بجيبه كتير جدا لان الدنيا بارده عندنا، بقت اجواءنا اجواء اوروبيه الحقيقه. فده الصوف بقى اللي هو الطويل اللي البسه الصبح وانا نازله بقى اودي المدرسه، اروح شغلي، الكلام ده كله احط تحتيه بيزك. الكابات الناس بقى بتحبها جدا، الشكل الكاب اللي على الشاشه ده، الكابات دي الناس الكفات دي مش بتستسهلها بتكبر شوية في خالص. الشكل او في العمر او كده؟ لا خالص، لان نازله بالوان حلوة. حلوه وفريحي موف واخضر وكلام من ده، وبتسهل جدا في اللبس. الكول بتاعتها فرو زي ما احنا شايفين كده، فبرضه بتدي بتبقى اليجنت جدا في اللبس، وما بتغلبكيش في اللبس خلاص. انت هتلبسي الكوت ده وعليه البنطلون والبادي تحتيه، مش بيبين تفاصيل الجسم لو في اي ديفوهات من فوق، لو في اي كل ديفوهات حاجة اختفت خلاص. كل حاجه اختفت. صح. ده اللي هو الكارديجان اللي شفناه هنا، اللي هو بالفرو ده، الفرو اللي على الرقبه هنا. حلو قوي. الحاجات اللي فيها بقى جليترز والكلام ده برضو كارديجان حلو قوي، الناس بتحب البايات. فممكن نحط تاتش من البايات في البلوفر، ده بيبقى لطيف في الحاجات بعد الظهر، لو انا عندي عزومه بعد الظهر او خروجه بعد الظهر اقدر البس حاجه كده فيها بايات الوانها برضو لطيفه. جميل قوي. ده الاسود اللي هو زي البلوفر برضو بالفارو، بس ده بالكابيشون. في كابيشو في ده جينز ده بس الشميز. لون، يعني الشميز ده جينز احمر. وده ميزه الستايل ده ان هو ده يتلبس صيف شتاء، حلو يعني ده قوي. تقدري تلبسيه صيف وتقدري تلبسيه شتاء، وداخل معاه الميكس بين الفابريكس من الحاجات الموضه جدا. فده ميكس الجينز مع الدانتيل، حلو. وهنا ميكس الجينز مع القطن. شوفي الاورنج مع الجينز حلو حلو ازاي، قوي قوي قوي، ومبهج جدا مبهج بصراحة. جدا، وميكس لونين مع بعض او الجينز مع خامه تانية، فده من الحاجات اللذيذه. الفرو بقى بيتلبس بطريقه كاجوال خالص بقى، مش فرو عواجيزي هنا. اللي من جوه ده دبل فيس، بما ان احنا ظروف اقتصاديه حكمت علينا فحلو ان ان احنا الايتم تبقى نقتصد، اتنين. فاحنا القطعه بقينا تبقى نعمل قطعتين. حاجه ايه، نستفيد بيها على الوشين. ايوه يعني صح. انا الجاكيت ده اللي قدامنا ده على وشين، وش فرو تايجر، والتايجر برضو من الباترنز اللي مكمله على طول في الشتاء، والوش التاني ووتر بروف اهو هنا على الوش التايجر، ده التايجر بقى. والناحيه التانيه اسود ساده الاثنين خالص، احلى من بعض. والتاني اسود ساده خالص ووتر بروف، اكنك مش عامله حاجه، اكن مفيش فرو زي ولا ما حاجه. بقول لك، الاثنين فعلا احلى من بعض فانت اكنك وعمليين جبتي اتنين جدا جاكيت في وان بيس. وشيك جدا كمان. ده اللي هو الستايل اللي بقول لك، الجلد. البايكر الجاكيت البايكر اللي هو الجلد مع الفرو. شفنا كمان الجلد السنه دي ملون،
في شفنا جلد جلد احمر، جلد ملون اخضر، جلد اصفر، في سواء في الجواكت او في البنطلونات. بالظبط، الجلد راجع بكل الوانه المبهجه دي. بس انا بقول ان انت لما يعني لو انت الموضوع اقتصاديا بالنسبه لك فاين، روحي للالوان وهاتي الاحمر والاخضر والاصفر وكل الكلام ده. لكن لو انت اول مره تشتري جاكيت جلد، لازم يبقى عندك على الاقل الاسود البيزكس، والهافان، ده البيزكس الاساسي، صح. وبعد كده نلون. لكن لو انا اول مره بشتري جاكيت او جلد، يبقى ما اروحش للالوان مره واحده، في مرحلة عمرية بتحكم برضو الألوان في الجلد، لا خالص، الجسم هو اللي بيحكم. الجسم، الحجم. لو انا طيب مليانه قوي، مش هلبس جاكيت احمر، هيبقى شكلي مش جلد طبيعي. أحمر هيبقى صعب. لكن بس ملهاش دعوه بالسن، يعني ممكن البس يبقى لون برضو شيك، مش الاحمر الفاقع قوي، ممكن البس الاحمر اللي على البيتي في شويه، مارون، اللي هو المارون شويه بيبقى شيك جدا. لكن كسن مفيش حاجه بتحكم في الالوان، المهم الستايل وشكل جسمك عامل ازاي. جميل قوي. نوجا، هستأذنك توجهي بقى نصيحة لكل البنات والستات اللي بيتفرجوا علينا، ازاي يعني نصيحة كده فيها الخلاصة زي الروشتة، مهما كانت المرحلة العمرية، وبرضو خاصة برضو ما بعد الـ40، ده عنوان فقرتنا النهاردة، او ده اساس فقرتنا النهاردة، ازاي يبقوا في احلى شكل، ازاي يعملوا كل حاجة يبقوا منتشية كده. بصي، لو احنا بنتكلم في فترة الـ40، انا بس عايزة كل ست ما يحصلهاش اكتئاب، لان في ناس بيجي لها اكتئاب بعد الـ40 او تحس ان خلاص. بالعكس، زي ما قلنا، هي دي قمة العمر، او دي بداية النضج. احنا قبل كده كنا مشغولين بالولاد، مشغولين بالشغل، مشغولين بالدراسة. صح. قبل كده كنا موجهين. يعني ايه موجهين؟ يعني ابويا ليه رأي في لبسي، امي ليها رأي في لبسي، شريك جوزي، الحياة. ولادي، حاجات كتير قوي بتوجهني. لكن انا بعد سن الـ40 خلاص، انت عرفتي ايه الصح وايه الغلط، ايه اللي انا بحبه وايه اللي ما بحبوش. فحابه ان يبقى كل ست وهي بتلبس تبقى منطلقه وبتختار اللي هي حباه. يعني انا حابه ان انا البس اللون ده، يبقى انا هلبس اللون ده بس بشكل يليق بعمري وبسني. لازم يبقى عندي بيزكس في دولابي. ايوه. البيزكس دي تتمثل طبعا في البنطلون الجينز، في تمام. البنطلون الاسود، في بنطلون الهافان، في البني، دي بيزكس. وبيزكس من تحت الجاكيت، لو انا هلبس جاكيت زي ده، يبقى انا عندي بيزك دراس، عندي بيزك طب. توب مثلا. وبعد كده ابتدي بقى ايه، اختار كام حاجه ستيتمنت. يعني بعد ما ابني الاساس، ابتدي بقى ايه، يبقى عندي كام قطعه ستيتمنت. لازم يبقى عندي ستيتمنتس. لو انا عندي مقدره ان انا يبقى عندي كولكشن لطيف، يبقى انا لازم اختار الحاجات المميزه. جميل قوي نوفا، انا بجد سعيده جدا باللقاء معاكي، ميرسي يا نور، واستمتعت جدا واستفدنا كتير، شفنا كمان يعني ادي وغيرنا جو. حلو قوي غير. لا والله يعني بجد شفنا لبس حلو قوي، ازاي نعرف كمان، عرفنا ازاي نعرف نظبط لبسنا، نلبس ايه على ايه، ايه الحاجات اللي موضه كمان في شتاء 2024. بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا ميرسي يا النهارده. نور، ميرسي يا حبيبتي. ميرسي يا حبيبتي، كانت ضيفتي في الفقره دي نجلاء باهر، فاشن ستايلست. وبكده خلاص نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، نتقابل بكره على خير ان شاء الله في حلقه جديده من حلقات انتي على شاشه ETC الساعه 5. استنونا، هنيجي في الميعاد. سلام.